نور، يعني بعيد الأضحى وخاصة بالعيد حكينا عن الإكسسوار، بس كمان في موضوع بضل بيشغل بال الصبايا هو المكياج. أكيد نرمين. بدنا نحكي عن المكياج اليوم، يعني عندنا كتير مشاوير بيكون بين صبح بين مساء، شو المكياج المناسب لكل توقيت وكيف ممكن نحن نطلع بأحلى حلة؟ معنا هيك ضيفة نحن بنسميها من أهل البيت يلي دائما مسؤولة عن إطلالاتنا، ودائما بتسألونا من عامل لكم هالمكياج الحلو؟ الحلو مين؟ مين عامل لنا المكياج الحلو؟ مثل ما قلتي نرمين، يمكن دائما ببرنامجنا في خصوصيه لكل سيده وصبيه، بنحاول دائما نسلط الضوء على المواضيع اللي بتهمهم، ودائما اطلاله الصبيه هي يمكن بتاخذ حيز كثير كبير من اهتمامها او تفكيرها. ومثل ما قلتي المسؤول عن اطلالتنا وعلى جمالنا رح نستضيف خبيره التجميل ميشلين مهنا لنحكي كيف ممكن نحافظ على مظهرنا الجمالي ويكون كمان بسيط بيناسب كل الاوقات صبح ومساء. يسعد صباحك، صباح الخير وكل عام نور. وانتي بالف خير. وانتي بالف خير. صباح الخير نرمين. صباح الخير، ينعاد عليكم يا رب، وان شاء الله هيك عيد مبارك على كل بلدنا. ينعاد عليك يا رب وعلى عائلتك الحلوه. الله يسلمك. يعني خلينا نحكي ميشلين، عم نحكي عيد وبتعرفي منا نحن الصبايا، عندي طلعه الصبح عندي طلعه المساء، وما بدنا ابدا ما بدنا ابدا لا عسلامتكم بتجننوا. خلينا نحكي عن انواع المكياج اليوم بالعيد. هلا المكياج هو معروف يعني عند كل الصبايا، صار انه صباحي بيكون خفيف، المساء بيكون شوي اقوى، للسهره بيكون كتير قوي. فاللي عنده طلعات الصبح مثلا بالذات بالعيد ممكن نقوي شوي مع الوان مثلا فرحة اكثر، انه نحن عيد يعني يبين انه نحن غير عن كل يوم، غير عن باقي الحياه العاديه، غير ما يكون عيد يعني. بس يمكن ميشلين بسبب ضغط العمل والوقت الطويل اللي بناخده بالشغل، بتلاقي نحن مضطرين نعمل ميك اب واحد للصبح والمساء. يعني انا بطلع من شغلي عندي مناسبه او مشوار، بروح من شغلي بسبب ضغط الشغل. هون كيف يا صبيه تلعب؟ لانه بالاونه الاخيره عم نشوف الميك اب ما عاد يعني ما عاد ضل قوي، لا في عم يكون دمج الالوان البرونز والبني، لكن بطريقه بسيطه وخفيفه. اكيد اكيد. هلا اللي مثلا بتطلع على شغل الصبح بتعمل ميك اب الصبح حيكون خفيف للشغل، عندها شيء بعد الظهر هي كمان كتر الميك اب بتعرفي نور بتعب البشره، دائما بنصحكم انه مثلا تنظفوا كثير لتبقى البشره صحيه ونظيفه. فهلا نحن بنقوي شوي، ممكن نلعب شوي على الالوان، يعني بنقوي شوي، بنغمق شوي زوايا العين، بندمج شوي. انتم اسم الله صار عندكم خبره، حتى هلا النت ما عاد خلى، يعني صارت الصبايا كلها عندها خبره بهذا الموضوع. يمكن بتلاقي الصبيه بتلعب على البلاش او الحمراء، لانه ممكن بتقوي شوي بلاش، بتغير لون الحمراء، بتقوي، بتغمق زوايا العين، ممكن تلزق رموش، بيعطي يعني منظر مختلف كليا. كثافه الرموش كمان بتعطي، وهلا اسم الله كل الصبايا بحبوا الرموش الا نحن. عم بسالك زميلتنا هاله السعدي بالاعداد، قالت تنصحي بالرموش طول الوقت؟ والله لا، اكيد متعبين. اكيد لا، اكيد متعبين، لاصق بيتعب الرموش، يعني ممكن بالمناسبات حلو احيانا هيك تبين الاطلاله الطبيعيه لحتى نلاقي اذا رحنا سهره في شويه فرق يعني. بالضبط بالضبط. في صبايا هلا بتحبهم دائمين بصراحه، هن بيحبوا يعني انه يكون عندهم كثافه دائمه بالرموش، انا لا ما بفضل، بفضل للمناسبه. عندك شيء سهره شيء طلعه، بس انه مو اكثر من يوم، انكثرت يومين لانه حرام. الا اذا هن اصلا رموش دائمين، في رموش تبعهم تبع الست شهور تبع كذا، هدول مختلفين، بس حتى هدول بيأذوا الرمش الطبيعي. خلينا لكان ميشلين نستقبل معك هلا صبيه جميله لنعمل معها شويه خطوط اوليه للميك اب مع نتالي. يلا تفضلي نتالي. اليوم راح نطبق لها يمكن مكياج بسيط، مكياج بسيط خرج صباحي. ايه اكيد اللي بيلائم الصبح. صبح الخير، بونجور، كل عام وانتي بخير. طيب تفضلي. هلا دائما بنبلش، خلينا نحكي بالبدايه قبل ما نمد المكياج. انا بعتذر نور، بدي ادير لك ظهري. قبل ما نمد المكياج لازم نعمل طبقه حمايه. ايه طبعا اكيد، مفروض تماما او بيز بيحمي البشره وبيساعد على مد الفونديشن، او بيعطي هيك يعني بدون ما يبقع الفونديشن، بدون ما يجمع، بدون تكتلات، فبيساعد كثير. خلينا نبلش نحكي، نحن عم نبلش. يلا تماما. يعني وانت عم تحكي وانت عم تشتغلي رح نناقش، حكيتوا عن الطبقه الاساسيه اللي هي شو ممكن تكون؟ واقي شمسي، مرطب للبشره، شو؟ هلا هي في مرطب، اذا ما في مثلا معرضه للشمس فيها تكون واقي شمسي، بدون واقي شمسي. اذا بدها تتعرض للشمس مثلا طالعه الصبح بتحط واقي شمسي. بحط انا هيدا طبقه البيز او البريمر مشان بيعطي طبقه حمايه. وبيز اذا كانت الساعات طويله فينا ناخذ تماما بيز تماما تحت الميك اب، هو لحمايه البشره، بحيث انه هي اذا ضل الميك اب وقت طويل ما يؤذي ابدا.
هو نوع من حماية البشرة يمكن بالزبط. أكثر حماية البشرة وبساعد على مد الفونديشن. ويمكن لانه نحن بطبيعه شغلنا نيرمين بنقعد ساعات طويله بالميك اب، فيفضل نحط ترطيب وبيز تحت الميك اب. صحيح الترطيب مهم والبيز مهم. هلا بعد البيز شو راح يكون او شو راح الخطوه الثانيه؟ بنحط طبقه الفونديشن مباشره. هلا طب خلينا نحكي هون عن بقى الفوند، يعني هون بقى العالم الواسع مثل ما بنقول. اعطينا هيك شويه نصائح لاختيار الفوند لنا كصبايا. هلا الاختيار الفون دائما انا بفضل يكون اغمق من البشره بدرجه او درجتين، لان البشره هي مسام كلها وبتغب. فعلى طول اليوم وعلى الوقت اللي حاطه فيه انت الميك اب راح تحسي انه انت ما عاد في فرق بين وشك وبين لون الميك اب اللي حاطتيه بين لون الرقبه، راح يصيروا يتجانسوا لانه البشره بتغب شويه لون. هلا عم تمدي؟ هلا عم نمد الفونديشن. اعطينا شويه هيك نصائح للمد. دائما نحن البنات بنمد احيانا بطريقه سريعه جدا سريعه وغريبه. دائما المد الفونديشن بيكون باتجاه الوبره تبع البشره، عكس الشعر ولا مع اتجاه مع الشعر. الشعر نور مع الشعره مع شعره مع وبره الوش بنحاول نمده بطريقه سلسه هيك لتحت مشان ما يبين انه مثل قوس. يمكن اول مره وثاني مره الصبيه بتلاقي صعوبه، بعدين بتصير بالضبط الصبايا اوريدي يعني بيكون عندهم على الوقت على الممارسه بيصير عندهم خبره بمد الفونديشن. وين صرنا ميشلين؟ صرنا بتعبايه الحواجب اللي هي مفروض ان مدينا الفونديشن باودر. حطينا طبقه باودر. هلا في ناس بتحتاج يمكن تعباية حواجب، في ناس لا. ايه تماما اللي عندها فضى بالحاجب اجباري، في ناس بتعتمد التاتو. ميشلين شو الخطا هيك اللي بيقعوا فيه الصبايا خصوصا بموضوع الحواجب اذا عم نحكي عن اطلاله صباحيه؟ هلا موضوع الحواجب الخطا ممكن يكون يعني صبيه مضروب حاجبها بالغلط، تروح تسمك يمكن زياده، ممكن اذا عملت تاتو يطلع كثير سميك ما يناسب شكل العين او شكل الوش، ويمكن عرض الحاجب عرض الجبين. في رسمات ما بتناسب ايه طبعا العين اكيد بتلاقي في كثير من الصبايا بيعتمدوها لانه موضه مع انه يمكن ما تناسب بالزبط. رسمة عينهم بالضبط. في كثير صبايا انه نزلت موضه فانا بدي اعمل مثلها، هي اوريدي بتكون انه مو مناسبه ابدا لشكل عينها لحجم عينها لشكل الحاجب. كمان رسمه الحاجب بتاثر كثير على النظره، بحيث انه الحاجب احيانا بيعطيكي نظره كثير حاده. هلا الحاجب بالاي شادو، الحاجب احيانا بيعطي نظره حاده اذا كان شكله حد. وين صرنا هلا؟ صرنا عم نمد الاي شادو. مش الحاجب لا خلصت الاي شادو. هلا بقى وصلنا على الموضوع كثير مهم واللي بتحبه نور كثير، موضوع الدمج. موضوع الدمج دائما يمكن في طبقه اساسيه بتحطيها تكون الفاتحه صح؟ اكيد الطبقه الاساسيه هي زوايا العين تحت الحاجب. شو انسب يمكن الوان الشادو الدمج البسيطه اللي يمكن بتناسب كل يوم فينا نقول؟ هلا هي المعروفه نور انه هي الالوان الترابيه هي اللي بتناسب كل البشرات كل الصبايا، هي يوميه صباحيه بحيث انه شو ما كانت لابسه الصبيه بتناسبها. هلا عم تدمجي شو اللون اللي عم نحطه؟ هلا عم نحط لون الجفن الثابت اللي هو بيكون كتير فاتح بالنسبة للجفن المتحرك. اليوم ميشلين خلينا نحكي قديش طريقة حط الاي شادو بتلعب دور بإبراز يمكن جمال العين حتى يمكن إخفاء العيوب، قديش ممكن نحن بدل ما نحلي عيننا نروح بالعكس؟ هلا شوفي الاي شادو احيان او رسمة العين ممكن تعطي حجم اصغر للعين، ممكن تعطي كبر للعين، تعطي المدى كبير للعين. هذا مو فقط بالدمج، هذا بتحديد الشادو، بتحديد كان نمد الغامق حول العين او من نص العين. بالضبط بالضبط. في صبايا بتحتاج عين انه يكون الغامق من جوا ومن برا، في صبايا لا بتتحمل انه يكون الغامق بس من على الزوايا. العيون الكبيرة فينا نقول بتتحمل نوعين ولا لا الغامق؟ العيون الكبيرة بفضل الغامق أنا على الجفن المتحرك وزوايا العين، ويكون الفاتح من فوق بتعطي جمالية أكثر. العيون اللوزية شو بدي ناسبة؟ العيون اللوزية لازم من زاوية العين
من نص الجفن المتحرك لبرا. بيعطي وين صرنا؟ هلا عم نعمل الزوايا حسب تمام الزوايا الغامقة شوي. هلا هون يمكن نحن هاي المعلومة أساسية إنه زاوية العين دائما هي بتكون الأغمق. أكيد أكيد لتعطي سحبة حلوة للعين هي مفروض دائما الزاوية. بس يمكن نرمين هي أغمق. بتكون أغمق بس لازم يتم دمجها بشكل صحيح. إيه تمام. مع الآي شادو. بالضبط بده يكون الدمج. قديش يعني ما يعطي فرق بالألوان. بحيث يطلع غامق مع فاتح كله سوا. مشلين هيك هذا المكياج اللي عم نطبقه اليوم قديش بياخد من الصبية وقت؟ يعني إذا بدنا نقول مبتدئة أو يعني ما كتير هي شطورة. يعني إذا هي عم تعمل لحالة بدها نص ساعة أكتر شوي لتركز دمج الألوان لتعطي. بس يمكن نرمين مع الوقت أو مرة مع الوقت بتصير تماماً. أسرع بالضبط. بتصير بالزبط. تعرف الصبية شو اللي بيناسبها. صحيح صحيح مع الوقت بتصير أشخاص بيعملوا ميك اب بلا مرايه بيوصلوا لمرحله اكيد مو انا هدول بيوصلوا لمرحله خلص انت بتعرفي الاساسيات وبتمشي فيها صح. ايه اكيد هي بيقولوا لك عادي بس انت عودتي على العين وعلى رسمه العين فبيصفي سهل انك ترسميها تمديها. بس فعلا يمكن هلا عم نشوف بالاونه الاخيره ميشلين اهتمام الصبايا بمظهرهم بشكل كتير كبير عم يعني ياخذ وقت كتير من حياتهم. عصر التكنولوجيا نور وعصر الانفتاح ونحن هيك هلا يعني بزمن حلو كتير انه الصبيه تكون مهتمه بحالها تكون دائما انيقه بلبسها بالمكياج تبعها ما تهمل حالها ابدا. انا ما بفضل لانه الصبيه مفروض دائما تكون جميله من جوا ومن برا. مش لي يعني انت متعوده علينا نحن بالمحطه دائما عندنا مكياج خاص نتيجه طبيعه التصوير الاضاءه، ولكن بدنا نرجع على موضوع العيد اليوم هيك شو بتحسي ابرز الاخطاء اللي عم يوقعوا فيها الصبايا او شو بتعطيهم نصائح لاطلال فريش؟ والله في شغله مهمه سالتيني عليها انه اخطاء بيوقعوا فيها الصبايا في صبايا عم بيشوفوا النحت على الانترنت عم بيشوفوا الميك اب على الانترنت بيفكروا انه هذا رح يلبق لوشهم رح يلبق لكل شيء. يعني انا بشوف مثلا نور حاطه مكياج حلو بقول واو شو حلو رح اعمل مثله بس مكياج العين تبع نور مو بالضروره يناسب لمكياج العين تبعي لانه فرق كتير بين فتحه العين تبع نور حجم العين الجفن المبطن عند نور بجوز مثلا. بس يعني ما بتنصحي بالتحديد؟ هلا بنصح بالتحديد كمان باوقات معينه بس يكون في مناسبه لأنه بس يكون يعني الدارجه هلا بشكل كتير كبير الاعتماد دائما على النحت فينا نقول تماما. هلا الصبايا مفكرين انه هيدا حلو انا بفضله بس بالمناسبات ليعطي اختلاف فقط للشكل. يعني انا اذا بدي احط نحت كل يوم كل يوم كل يوم على وشي ما عاد انا وقت اطلع اطلاله مميزه بعيد بعرس بسهرة بحفلة انه ما رح اكون مميزة رح اكون انا او في وجوه جميلة ما انا بحاجة لنحت. في ناس اي اسم الله مثلكم في ناس ما بحاجة نحت بيبقى الوش حلو تجي بتحط يعني نحت بحاجة النحت تغمق اماكن بتفتح اماكن فهي بتطلع مو صح يعني. والصبايا بالبيت عم بيشوفوا قلت لك على النت فعم يحاولوا يعملوه فهذا كتير عم بيكون خطأ فمشان هيك منلاقي صبايا انه هي محاولة تعمل ميك اب وتعبانة فيه هلأ بس مو ظابط. هلا وين وصلنا نحن؟ هلا وصلنا نحن بدنا نحط اللاينر. اللاينر كمان اللاينر نرمين كمان بيختلف من صبية لأخرى لتحديد العين يعني في لاينر تماما. عريض لاينر رفيع نص العين أو كامل العين حسب حجم ما لي أخذ شوية مي أكيد بعد إذنك. حسب حجم العين ما هي؟ إيه طبعا أكيد في عين اللاينر تبعها مفروض يكون من عند خط الرمش لورا في عين مفروض هي لأي العيون فينا نقول؟ العيون حجمها صغير فتحة العين بيكون صغير والعيون القريبة على بعض اللي مدى الأنف بيكون ضيق فيها يعني تقريبا مش لي نحن قربنا يعني نخلص أي تمام دائما خلصنا. لكل بنت إلى خصوصية بالميك اب اليوم أكيد. شو خصوصية وجه نتالي لحتى اخترتي لها الألوان يمكن حتى هلا عم ترسمي لها اللاينر بطريقة محددة غير إنه نتالي جميلة في نتالي عندها فتحة العين كبيرة استخدمنا الألوان اللي كتير رايقة الصباحية
بحيث انه نحن نتماشى مع الوقت. نحن مثلا هلا الساعه 10 11 الصبح اكيد ما راح نحط ميك اب قوي. نانا عندها مدى الجفن منيح فبيتحمل لون فاتح ولون غامق. واللاينر مسحوبه للاخير. عم تركز ميشلي من البدايه للاخر. هلا اعتمدتي اللاينر رفيع ولا عريض؟ فينا نقول اللاينر رفيع بس كامل. اكيد اي كامل لانه عندها فتحه العين كبيره والمسافه بين العينتين مناسب انه انا اقرب اللاينر لقدام. بس نرمين يمكن في مشكلة. موضة هلا كثير دارجه اللاينر فقط ميك اب، تلاقي لاينر عريض مع حمرة يمكن وممكن مسكره خفيفه يمكن. ممكن لاينر عريض انه في صبايا ما بتحب الشادو او اللي عندها اذا الجفن صغير ما بيتحمل كثير الشادو. يعني لون خفيف برونز كثير فاهي بيكون ممتاز جدا. فينا نقول تماما بيكون ممتاز جدا مع لاينر ومسكرة بيطلع كثير حلو. وهي يعني صبية بتتعود عليه هذا الميك اب. شو الالوان اللي بتفضليها يكون يومي او تحبيها؟ هلا انا بحب نوع صراحه، ما بحب دائما كون على لون واحد او ستايل واحد، بس يعني ميشا بتعرفني انا اهم شيء عندي لون الحمراء. اي نرمين بتحب كل الالوان. كل الالوان ما عندها مشكله بالالوان ابدا بطبيعتي، يمكن حتى بغزانتي كلها الوان. هلا التيام ايه بحب الالوان، بس انا عكسك بحب الشادو تدرجات البني والبرونز اللي هي بتناسب كل الاوقات، لانه اذا عملتيها الصبح ممكن يكون عندك مناسبه او طلعه بعد الشغل فيكي تكملي نهارك فيها. مشتيني وصلنا للفقرة المهمة كمان. ايه تمام، هي البلاشر. البلاشر عم نحدد البلاش. خلينا نعطي هيك نصيحة او خطأ بيقعوا فيه الصبايا بهذا الموضوع. هلا هي في شغله، كيف طريقه الرسم اللي بتكون هلا يعني كيف نبين نحن بنسميها كراسي الخدود؟ اي تمام، المعترف عليه انه هو البلاش بده يكون من عند الاذن لعند الانف بشكل عرضي. بس بيرجع في شغله كمان حسب شكل الوش. اذا وش طوالي انا ما بقدر احط له يعني مثلا البلاش بشكل طولي، مفروض احطه بشكل عرضي. اذا كان الوش ايه اذا الوش مثلا كثير قصير كثير طفح كثير مدعبل ما في اجي احط له هيك فبيعطي كثير عريض الوش، فانا مفروض احط له اياه بشكل طولي اكثر تكسريه نوعا ما. لا اكسر ايوه مشان ما يعطي عندي اوفر بتدويره الوش. وصلنا على المسكرة نور، يعني هم ملعب نور بالمسكرة. هي أهم عنصر. أيه. إذا المسكرة مزبطة المكان هيدا رحلة رحلة المسكرة تبعت نور. رحلة المسكرة. طيب خلينا نحكي عن هذا الميك اب اللي عم تطبقيه هلا، تقريبا احنا بلشت تبين معالمه دقائق يمكن وبيبلش يخلص. خلينا نحكي نفس الميك اب انا كيف ممكن فيه اطلع على السهرة او شو بعدل فيه هلا تعديلات بسيطة بصير خرج سهرة اكثر. هلا هذا الميك اب انا بقوي الالوان شوي بغمقها شوي، ممكن حطها على جلتر لتصير لسهرة. الجلتر اللي يعني بس لمعة بسيطة. تماما اللمعة البسيطة بغمق الزوايا أكتر، بدل ما حط بني أنا بحط أسود للسهرة، بحط شوي جلتر. الابيض بفتحه كمان بحط ابيض فيه جلتر. بس يمكن نرمين وميشا عم نشوف بالاونه الاخيره اعتماد الميك اب الخفيف حتى بالسهرات، حتى العروس عم نشوفها باخر فتره عم تعتمد الميك اب الخفيف منه القوي. تماما، لان هو يعني بشكل عام الصبايا عم بيحطوا الميك اب صاروا دائما ويومي، ما عاد بس بالمناسبات، فنحن افضل انه نعتمد الميك اب الخفيف يومي. بس يكون في صبية عروس، صبية عندها مناسبة، بس تقوي شوي بيبين عنا الفرق دغري. بيبين انه هي فهم شان هيك كل ما كان ناعم كل ما كان احلى، كل ما كانت الالوان رايقة كل ما كان احلى اشيك اضبط احلى بيعطي جمالية اكثر. يمكن هلا صار الميك اب واضح أوضح. عم نشوف هلا نحن حطينا المسكرة وحطينا لون بقلب العين دائما ازرق اخضر هيك اكثر شيء الصبايا. هلا تعددت الالوان، في منهم بيحطوا ابيض في احمر. اي تمام، هلا الابيض له ليش هذا اللون بيحطوا بقلب العين؟ شو بيضيف يمكن؟ هلا الابيض للعين اللي حجمها صغير اللي فتحتها صغيره هي فعليا بيعطي وسع للعين اللون الابيض. انا بفضل للعيون الملونه مثلا ملون او اخضر او ازرق او تركواز. الاسود بيخفي لون حجر العين للعيون الكبيره، بس دائما بنلاقي الاسود هو الدارج. هلا يعني تمام، هو الاسود ملك الالوان دائماً. ملك الالوان يعني هو الاسود، العين هو الميزه دائما، ملك الالوان هو الاسود. بس حلو التنويع، يعني نور انت حجر عينك فاتح، اذا بتحطي زيتي بيطلع كتير حلو.
اذا بتحطي تركواز بيعطي كثير حلو. بيرجع كمان الشخص هو شو متعود على حاله، شو اللون اللي بيحبه اللي بيلاقيه له انسب. انا بشوف انه الالوان كلها بتناسب كل الصبايا. ميشا، وكمان عم نحكي عن الالوان بموضوع الحمراء، في لون هيك انه الصبايا انه لا مو صبح، يعني شو ما كان مو صبح ولا لا، هي حسب شو بتكون دامجه شو عامله. لا كمان هلا مو قصه مو صبح، يعني الحمراء الغامقه بفضلها للمساء للسهره للطلعات تبع بعد الظهر. الحمراء الفاتحه للصبح لقبل الظهر يعني اضبط. في الزهر، في البيج، في البيج روزي، في الأورانج الفاتح، هذول الصبح. دائما بشوف تدرجات البيج روزي هي الدارجة أكثر. الدارجة أكثر. هلا هي الحمرة حصرا بحط ألوان تمام حمرة. الحمرة حصرا بتحسي نور إنه في كل فترة لون جديد بينزل بيصير موضة. مثلا سنة الماضية نزل الخمري كتير كان حلو، الخمري والتوتي والخمري وكذا، بس انا هدول بفضلهم للشتويه اكثر لانه هن يعني الوان الشتاء، الوان الدفى، الوان البرد. بالصيف الالوان الصيفي المفروض تكون فتحه لانه اصلا بالميك اب نعتمد الوان الشمس. شوف على الهواء هلا الميك اب نعتمد الوان الشمس. خلصنا فينا نحط طبعا شوي لمعه اذا طالعين بعد الظهر. فينا نحط مثلا البلاش بنحطه على يعني البرونز اللميع. فينا نحط جلتر تحت العين شوي ابيض، منغير شوي، فينا نعمل شوية نحت، فهو بصير مكياج مساء او مكياج سهره. يعني نحن هلا بوقت كثير قياسي عملنا ميك اب بوقت قصير كامل وخفيف وبيناسب بيناسب الصبح تقريبا. بيناسب هيك طلعه الصبح، بيناسب شغل ممكن بمكان معين، فهو كتير مناسب. يعني خلص بالعيد لازم بقى نطلع من فكرة لازم نطلع عروسة العيد. لا 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 أكيد أكيد، هو كل شغل كمان بيتطلب شيء. يعني في مثلا مثل شغلكم بيتطلب إنه يكون المكياج كامل وقوي شوي لأنه أنتم عندكم ظهور شاشة فالكاميرا بتغب شوي. مثلا مدرسة أطفال يعني مكياج كتير خفيف مفروض يكون، مو مثلكم أنتم لأن هي طالعة الصبح كمان وبدها تشوف أطفال. ممكن مثلا موظفة تماما. يمكن حاولنا بهيدا الوقت القصير نسلط الضوء على تفاصيل الميك اب للصبية والسيدة البسيط لكل يوم. تماما مشلين مهنا خبيرة التجميل نتشكرك شكرا على وجودك معنا. نتشكر نتالي الصبية الجميلة اللي كانت موجودة معنا اليوم كمان. شكرا كثير شكرا لكم. أنا بتشكركم وينعاد عليكم وإن شاء الله تضلوا بأحلى إطلالة. شكرا لك مشلين. يعني دائما عرفتوا مين بيطلعنا حلوين وقت تقولوا لي مغمقه او ما اوايا مشلين هي يكون الحق علي على مشلين على النتائج. انتم حلوين كيف ما كنتوا. شكرا كثير لك مشلين ودائما للبساتك الحلوه والابداعيه. تسلمي لي اكيد بوجودكم وبوجود انتم جميلين اصلا بدون اي شيء. شكرا لك.